مرحبا بكم في هذه الفقرة. سوف نمر إلى فقرة الاستدلال بالخلق. الاستدلال بالخلق، الاستدلال بالخلق يعني لو غيزونمون باغ ابسيون، باغ ابسيون هذا هو أصل الاستدلال. ولكن إن شاء الله نخدم معكم جميع أنواع الأمثلة اللي كيتحطوا في هذا المثال، باش أي سؤال عطاه لك أستاذ غتلقاني خادم معكم هنا. وخا نعرف لوح فيه شي 5 الفيديوهات هاد الاستدلال هذا. المهم دابا ركزوا معايا مزيان، دابا ندوزو واحد التعريف بسرعة نكتبو تعريف حول هاد الاستدلال هذا. دابا اش قالك فهاد الاستدلال؟ عقل فهاد الاستدلال كيقول لك للبرهنة على أن عبارة ب صحيحة، نفترض أن ب عبارة للبرهنة على أن عبارة ب صحيحة جبين. نفترض أن بي عبارة خاطئة، كنفترضو بلي أن بي عبارة خاطئة، سانتو كنفترضو بلي بي عبارة خاطئة، أي بي عبارة صحيحة، يعني النفي ديالها صحيح، متفقين، ونبين هذه أن عبارة خاطئة، ونبين هاي أي أن عبارة صحيحة، ونبين أن عبارة تستلزم ك حيث ك خاطئة. هاد المفهوم هذا ديما في الاخر تصنتو ليا نطرش بفرنس قال بو مونتري كو لا بروبوزيسيون بي اي فري اي اون سيبوز كو لا بروبوزيسيون اي فو سا فو دير بي بار اي فري و اي نورمالمون نو افون مونتري كو بي بار امبليك كو تال كو ولا او كو خطا او كو فو. تصنتو لي دابا في هاد العباره هادا التعريف هذا بطبيعة الحال كاين اللي ما غيفهموش. تصنتو لي دابا الهدف الهدف ديال الاستدلال بالخلق، انا نشرح لكم الطريقه. شوف المره الاولى كتشرط بلي عباره خاطئه، وفي الاخر كتلقى التناقض، كتلقى كونتراديكسيون، خاص تلقى واحد التناقض. انا نعطي بعض الامثله وهاد الامثله غنحاول ما يمكن نكثر لكم فيهم باش تحاولوا ما يمكن تفهموا مزيان. دابا المثال الاول ناخذو، اش قال لك؟ قال لك باستعمال الاستدلال بالخلف واخا نحاول ما امكن نطول لكم في هذا الاستدلال، ندير فيه 4 الفيديوهات قلت لكم. باستعمال الاستدلال بالخلف بين ان اكس او كاري ناقص 1 على اكس او كاري زائد 1 تخالف 1. قلت باستعمال الاستدلال بالخلف بين ان اكس او كار ناقص 1 على اكس او كار زائد 1 تخالف 1. حنا شنو غنديرو في الجواب؟ بطبيعه الحال لكل اكس ينتمي الى ار، متفقين؟ دابا حنا ديما كنفترضو العكس ساعه، دابا حنا شنو نفترضو؟ غنديرو نفترض انه يوجد واحد الاكس كينتمي لار بحيث اكس او كاري ناقص 1 على اكس او كاري زائد 1 يساوي 1. نفترض ان اكس او كاري ناقص 1 على اكس او كاري زائد 1 يساوي 1. دابا هادي كتشاردها، ها دابا هادي كتصانتو ليا، كتشاردها حنا افترضناها، متفقين؟ شنو غنديرو؟ خاصنا نبينو بلي هادشي
بلاتي انا حاصل في الاخر نتناقض مع النتيجه. انا نشرح لكم دابا تسانتو ليا تسانتو. دابا حنا افترضنا هذه العكس الساعه. اش قلت لكم ديما اول مرحله خاصكم ديروا هي تفترضوا العكس الساعه متفقين. شنو نديروا موراها؟ يعني ان اش يعني ان اكس او كاري ناقص واحد تساوي اكس او كاري زائد واحد. هذه طلعنا الفوق اكس او كاري تستلزم اكس او كاري، يعني ان ناقص واحد تساوي واحد. واش ناقص واحد تساوي واحد؟ هذا غير ممكن، هذا غير صحيح، هذا لا يمكن. اذا فهو امبوسيبل، اذا متناقض، هذا لا يمكن. اذا هناك تناقض، هناك تناقض. تناقض هو كونتراديكسيون، هناك تناقض. ومنه فانه quelque soit x appartient à r، هاي quelque soit x appartient à r، x au carré moins 1 على x au carré plus 1 كيساوي واحد، كيخالف عفوا واحد. صافي هادشي اللي غديروا نتوما دابا. صافي دابا غندوزو واحد التمرين اخر، غنحاول بامكان الله نكثر في التمارين. دابا غندوزو واحد التمرين اخر، مثال التمرين ندوزو واحد التمرين اخر. دابا في هاد التمرين الاخر اللي غندوز ليه شنو غنقول لك؟ غنقول لك فيه بين ان بلاتي هاو السؤال ليكن ان، عطاك ان ينتمي الى ان. السؤال قال لك بين انه اذا كان ان او كاري عدد زوجي فان ان عدد زوجي شنو غنديرو؟ غنفترضو العكس الساعة. العكس الساعة شنو هو؟ العكس الساعة ان زوجي هو ان فردي. اشنو غنقولو؟ غنقول نفترض ان ان، شوفو دابا العكس، دابا العكس الساعة هادي عندك ان او كاري زوجي، لك بين انه لك ان او كاري زوجي غيعطينا ان فردي. دابا غنفترضو ان ان، دابا حنا شنو غنديرو؟ تسانتو لي مزيان تسانتو. دابا حنا شنو غنديرو؟ دابا حنا قالك بين انه اذا كان ان او كار عدد زوجي فان ان عدد زوجي متفقين. اذا دابا هنا كنفترضو بيبار العكس الساعه شنو؟ بحال اللي قلت هذا ان او كار زوجي كيعطيك بلي ان زوجي. هذه العباره اللي خصنا نبينو حنا متفقين. غنفترضو بلي العكس الساعه، كيفاش العكس الساعه؟ غنفترضو بلي الا كان ان زوجي فان غنديرو نفترض العكس الساعه. سانتو ليا غادي نفترض العكس الساعه. شنو هو العكس الساعه؟ غنديرو نفترض ان ان عدد فردي. العكس الساعه هو ان عدد فردي، يعني انه يوجد واحد ك كينتمي ان، بحيث ان تساوي ك زائد واحد. متفقين؟ اجرب او كاري غتولي ان او كاري كتساوي جوج ك زائد واحد الكل او كاري، غتولي تساوي اربعة ك او كاري زائد اربعة ك زائد واحد. هادي شحال غتولي تساوي؟ غتولي تساوي جوج ك بريم زائد واحد، مع ك بريم هي اربعة ك. هي هنا باش سمحوا لي عافاكم، نسيت واحد المرحلة. هنا نعمل بجوج باش نتوما تفهموا. جوج عامل جوج ك او كاري زائد جوج ك زائد واحد، غادي كتساوي جوج ك بريم زائد واحد، مع ك بريم هي جوج ك او كاري زائد جوج ك. ها نتوما هادي حنا كملناه. تصانتو لي مزيان دابا؟ متفقين؟ دابا متفاهمين في هادي ولا لا؟ نوصل لحد دابا. شوفوا دابا متفقين في هادي اللي وصلنا لحد دابا ولا لا؟ متفقين؟ يعني اش كتسنت؟
يعني ان اف او كاري عدد فردي، يعني ان او كاري عدد فردي متفقين. وهذا والمعطيات اش كيقول لك؟ اش كيقول لك في المعطيات؟ كيقول لك اش عاطينك في المعطيات؟ في المعطيات شنو عاطينك في المعطيات؟ شوف في المعطيات التمرين قال لك ان او كاري عدد زوجي، ولكن وصلنا في الاخر ان او كاري عدد فردي. كيف كتقول؟ كتقول هذا متناقض مع معطيات التمرين. هذا وحنا وصلنا دابا تصنتو، ديما خاصكم تلقاو التناقض مع معطيات التمرين. دابا ديما دابا خاصكم تفترضوا العكس ساعه. شنو هو العكس ساعه؟ شنو هو العكس ساعه؟ ان او كاري عدد زوجي كيعطينا ان زوجي. غنفترضوا بحال كي قلتي، غنفترضوا بلي ان عدد زوجي، غنفترضوا بلي بحال هكا، غنفترضوا بالعكس ساعه، غنفترضوا بلي ان عدد فردي، ونشوفوا واش غيعطينا ان او كاري عدد زوجي ولا لا. الى عطاه لينا تبارك الله متفقين، الا ما عطاش لنا راه كاين تناقض. صنتو دابا حنا في التمرين غنشرح لكم التمرين، صنتو مزيان. قالك بينو انه الا كان ان او كاري عدد زوجي فان ان عدد زوجي، صنتو لي مزيان. دابا في هذه دابا هذه غنفترضوا بلي ان عدد فردي، غنفترضوا بلي العكس ساعه، غنفترضوا بلي ان عدد فردي متفقين. في الاخر حصلنا على ان او كاري عدد فردي. واش هادشي كيتناقض مع معطيات التمرين ولا لا؟ كيتناقض مع معطيات التمرين. وهذا غنكتبو هذا يتناقض مع كون ان او كاري عدد زوجي. عدد زوجي انا غادي مع انه كيتناقض مع معطيات التمرين. هذا مع انه كيتناقض. سمحي لي نتاكد من التمرين. صافي وادي، مع انه هذا كيتناقض مع معطيات التمرين فان ان او كاري، فانه الا كان ان او كاري عدد زوجي غيعطينا ان عدد زوجي متفقين. ومنه الافتراض اللي افترضنا خاطئ، افتراض الذي افترضناه خاطئ، الذي افترضناه خاطئ. ومنه فإن ان او كاري زوجي، إذا كان ان او كاري زوجي فإن ان عدد زوجي. نعاود نشرح لكم شو درنا، شوف نعاود نشرح لكم. دابا قال بين انه إذا كان ان او كاري عدد زوجي فإن ان عدد زوجي. حنا ديما في البرهان الاخر خاصنا نفترضوا بلي العكس ساعة. شنو العكس ساعة؟ ان او كاري عدد زوجي غيعطيني ان عدد زوجي. العكس ساعة هو ان عدد فردي. العكس ساعة هو العكس ساعة. هاد العبارة العكس ساعة شنو هو؟ هاد العبارة كي كتكتب اصلا؟ هاد العبارة كيف كي كتكتب؟ الا بغينا نورمالمون نكتبوها، اش قلت لكم في الديكناري ديال قلت لكم بي تكافي كي كتعطينا بي بار او كي. دابا حنا اش عندنا؟ ان عدد زوجي، ان او كاري عدد زوجي كيستلزمنا بلي ان عدد زوجي. اش عطينا؟ يعني ان او كاري عدد، هاد العباره هادي كتكتب بحال ان او كاري عدد فردي و ان زوجي متفقين. هاد العباره هادي، هاد العباره هادي راه هي هاد العباره. وحنا اش بغينا؟ حنا بغينا النفي تاع العباره. ما انه بغينا النفي تاع العباره فانه يكفي نديرو النفي تاع العباره. النفي تاع العباره اش كتقول؟ كتقول بلي ان او كاري عدد، الا كان ان او كاري عدد 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 زوجي و ان فردي. يعني خاص يكون ان فردي و ان او كاري عدد زوجي. دابا حنا اش درنا؟ افترضنا بلي ان عدد فردي وكنقلبوا على ان. واش كاين؟ كاين ان عدد فردي و ان او كاري عدد زوجي. دابا حنا افترضنا بلي ان عدد فردي متفقين. دابا حنا بغينا نبينو بلي ان او كاري عدد زوجي. اش طينا؟ بقينا غاديين 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 توصلنا، ولكن وصلنا في الاخر ان او كاري عدد فردي. ولكن حنا كيف بغيناه؟ حنا بغيناه عدد زوجي زوجي. اذا هذا كيتناقض مع معطيات التمرين اللي هو هادو. عقلو عقلو، نعاود نشرح لكم ديما بحال هاد العباره كتحاول تترجم بحال بي بار اوكي. يعني ان او كاري عدد فردي و ان عدد زوجي. حنا بغينا بي بار بينو بي بار صحيح. بغينا ديما كنحاول نديرو العكس الساعة. الو العكس الساعة شنو هي؟ ان او كاري عدد زوجي و العكس الساعة هي هو ان فردي. الو دابا حنا بغينا نتحققو من هاد الشروط. إذا كان ان فردي ان او كاري عدد زوجي كي غدير ليها؟ غدير لنا نفترض ان هادي محققة.
وغتقلب على الاخرى، هدي غتبقى ترفع هاد الان اوكاري، وفي الاخر غتقطع ان اوكار عدد زوجي. واش هاد ان اوكار؟ سمحوا لي غتقطع في الاخر ان اوكار عدد فردي. سمحوا لي غتلقاو في الاخر ان اوكار عدد فردي. حنا اش درنا؟ شوف رفعنا هاد ان اوكاري، رفعنا هاد ان، افترضناه في ان عدد فردي عندنا وكنقلبوا على ان اوكاري. ان اوكاري بغينا نقلبوا عليها واش هي عدد فردي ولا عدد زوجي. رفعنا اوكاري بقينا غادي غادي، في الاخر لقيناها عدد فردي، وحنا بغينا تكون عدد زوجي، ما كتلقاش التناقض. اذا كاين تناقض ومن فوق هذه العباره كتعتبر عباره خاطئه. الو الو هذه العباره هذه الو، الا كان ان اوكار ومنوف انه اذا كان ان اوكاري عدد زوجي فانه ان عدد زوجي. صافي متفقين دابا في هذه العباره؟ متفقين. دابا ندوز التمرين اخر، تمرين تطبيق واحد اخر. دابا ندوز واحد التمرين اخر في استدلال بالخلف. قال لك باستعمال استدلال بالخلف بين ان بين ان بين ان هكا قال لك لكل اكس ينتمي الى ار بلس يوجد واحد ان ينتمي الى ان تلك اكس اصغر من او تساوي ان. دابا سمحوا لي دابا ديال اللي بغينا نبينو ياك، حنا شنو خصنا نديرو في استدلال بالخلف؟ خاصنا نديرو العكس. نفترضو انه العكس، ساعة شنو نقول؟ نفترض ان كنفترضو بلي هاد العبارة العكس، ساعة العبارة صحيحة. نفترض انه يوجد واحد اكس كينتمي ل ار بلس لكل ان كينتمي ل ان اكس اكبر قطعة من ان. هاي هادي نفترض نفترض نف تاريت ان هذه نفترض تبقى نفترضوا هذه العباره اللي غنفترضوا حنا دابا تبقى هنا خصني ندير لكم واحد التذكير بجوج صحيح. غندير لكم تذكير بجوج صحيح وغتقراو في التال، غتقراو غندير لكم تذكير. هانتوما تصنتوا لي دابا غندير شي فيديو ان شاء الله هنا لقدام خاص دال جوج صحيح. تصنتوا دابا جوج صحيح غانا نذكركم به. انا غندير لكم انا غندير لكم اخو خاص يعني جوج صحيح. هاي الجزء الصحيح بلاتي غندير نذكرو به. هاو الجزء الصحيح الصحيح كيفاش جوج صحيح؟ يعني بارتي اونتي، يعني بارتي اونتي للعدد اكس هو العدد الصحيح النسبي، يعني كينتمي لزد النسبي بي الذي يحقق اللي كيحقق لينا اكس كتكون محصوره بين بي و بي زائد واحد ولا بي كتكون محصوره بين اكس و اكس ناقص واحد، بحيث بي هاي باش كيترمز ليها. بي كيترمز ليها اما ب او دو اكس يعني جوج الصحيح ديال اكس او 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 هذا اكس هكا. هادو جوج صحيح ديال اكس، هادو جوج صحيح ديال اكس، ها هو الرمز ديال جوج صحيح ديال اكس، اما هادو اكس اما داك الرمز اكس. اتصنتو دابا اتصنت دابا ندير لكم واحد التذكير خاص بجوج صحيح. هاو دابا جوج صحيح بحال مثلا عطينا خذ مستقيم زيرو واحد ناقص واحد، عطينا اكس عطينا هو زيرو ونص. جوج صحيح ديال زيرو ونص هو زيرو. ديما جوج صحيح كيكون كينتمي لزيد، كيكون عاد ما فيش فاصله. دائما الجزء الصحيح ديما عاد ما فيش فاصله. بحال خدينا او تو واحد راه هي واحد، او تاع زيرو ونص راه هي زيرو. ديما كتاخذ هذا العدد اللي كيكون على اليسار، ديما كتاخذ العدد اللي كيكون على اليسار. بحال نعطيو واحد عطاونا واحد ونص، واحد ونص هنا فين كتكون واحد ونص ياك. شنو العدد اللي على اليسار تاع واحد ونص؟ العدد الصحيح النسبي اللي قبل من واحد ونص هو واحد، يعني او دو واحد ونص را
راه هي واحد. دابا انا درت لكم واش تكيف هذا الشيء، هاد التفكير. دابا انا ان شاء الله غنحاول نخصص شي فيديو نشرح فيه ديال الجوج صحيح، نشرحها بالديتاي. عقلوا، لا عقلوا ديال الجوج صحيح، هي ان هي ان اي اي ان سنتو ديال الجوج صحيح، هي ان ملي كيكون عاطيك اكس محصوره بي صفر واحد، كتاخذ هذا، كتاخذ العدد اللي قبل منه في ديال الجوج صحيح. فعطاك واحد، عطاك مثلا عطاك ناقص 0.5، جوج صحيح حتى هي ناقص واحد، ديما كتاخذ الجزء اللي على اليسار، العدد اللي على اليسار اللي قبل منا، متفقين؟ دابا نكملو دابا هاد، دابا هنا شنو كنكتبو؟ نعتبر هاد التمرين هذا قدرت تحط صحاب سيونس مارك، نعتبر الجزء الصحيح، ولكن صحاب علوم تجريبية لا شك ما يتحطش ليهم، الجزء الصحيح. او دو اكس الى عدد اكس، اذا اكس محصورة بناش هاي محصورة بين او دو اكس زائد واحد و او دو اكس. اش قلت لكم؟ هاي كحق كتو الشغل، عرفتش علاش؟ دابا شوفوا، دابا اكس محصورة بين بي و بي زائد واحد. اكس دابا بحال ناخدو اكس يسار فالونس، عندك صفر ونص محصورة بين صفر وواحد، إذا جوج صحيح ديال صفر ونص هو صفر، ناخد 1.75، عندك 1.75 محصورة بين جوج وواحد، إذا شنو جوج صحيح ديال 1.75؟ هو واحد، ديما كتاخد داك العيسر، داك العدد اللي كيكون على اليسار، ديما، باش زعما تلف، حاول خذ هذا المستقيم وارسم أعداد، وقول ديما جوج صحيح ديما خصو يكون هو داك العدد اللي صغار منه، متفق؟ ديما داك العدد النسبي اللي صار منه، متفقين دابا؟ متفقين؟ و او دو اكس راه كتنتمي زد، و او دو اكس راه كتنتمي ان، ما انها كتنتمي زد فانها كتنتمي ان، ان عدد نسبي، عرفتي علاش؟ حقاش ان ضمن زد، ما ان او دو اكس كتنتمي زد، فان او دو اكس كتنتمي ان، حقاش او دو اكس كتقدر تساوي خمسة، تقدر تساوي ربعة، تقدر تساوي، متفقين؟ تقدر تساوي ما لا نهاية من عدد نسبي. الساحة النسبية الوغ كتساوي، عرفتي علاش؟ حقاش ان راه هي زد بلس، ان راه هي زد بلس، راه هي عدد نسبية موجبة، متفقين في هذا؟ متفقين؟ شنو نكتبو؟ نكتبو بما ان اكس ينتمي الى ار بلس، فان او دو اكس غيكون اكس كينتمي ار بلس، يعني اكس عدد موجب، فإن او دو اكس غيكون كبر من زيرو، غيكون كبر من زيرو، واش غيكون كبر من زيرو؟ هو كبر من زيرو، واش غيكون كينتمي زد ولا الان؟ غيكون كينتمي زد، ومنه او دو اكس غتكون تنتمي الى ان، يعني او دو اكس غتكون كتنتمي زد بلس، عرفتي علاش ان؟ لحقاش ان هي مجموعة اعداد الصحة الطبيعية، غتكون موجبة. لحقاش اكس مع اكس سالبة، كل كانت كتنتمي عدد كل كان اكس تنتمي ل ار، كانت تكون او دو اكس تنتمي الى زد، صافي. دابا انه كتنتمي ل ار بلس، فان اكس اكبر من الصفر، هنا تقالك بقصو تاع اكس كبر من او تساوي الصفر، فان او دو اكس راه كبر من الصفر، ومع ان او دو اكس كبر من الصفر، فان او دو اكس راه كتنتمي ل ان، او دو اكس ديما او دو اكس هي الاعداد الصحة الطبيعية، او دو اكس عمرها ما كتكون كتساوي شي عدد فيه فاصلة، عمرها ما كتكون كتساوي شي عدد يكون فيه فاصل، متفقين؟ ومنه عندي، ومنه او دو اكس زائد واحد تاهي كتنتمي لان، شوفوا هاي او دو اكس تنتمي لان، او دو اكس زائد واحد تاهي غتنتمي لان، حقاش واحد تاهو كينتمي لان، متفقين في هادو؟ وغنكتبو بما ولدينا او دو اكس زائد واحد اكبر قطعة من اكس، هاي هادي اكبر او تساوي، راني نسيتها، اكبر قطعة من اكس، متفقين؟ او دو اكس زائد واحد اكبر قطعة من اكس، متفقين؟ او دو اكس زدت عليها واحد اكبر من قطعة من اكس، واش هذا؟ واش هذا؟ واش هذا الاخر؟ عبارة صحيحة ولا خطأ؟ شوف
او دو اكس زائد واحد. ناخذ باش تاكدوا، ناخذ مثلا مثال، نعطيو اكس هي مثلا 1.75 مثلا، او دو 1.75 شحال؟ اش قلت لكم هو العدد اللي قبل من 1.75؟ شنو هو العدد اللي قبل من 1.75؟ هو واحد، كتساوي واحد. متفقين؟ متفقين دابا فين؟ متفقين. واحد زائد واحد شحال؟ سمحوا لي، مثلا واحد، واحد زائد واحد هذا مثال، انا ذكرتكم واحد زائد واحد شحال؟ جوج. جوج راه كبر من اكس. هذه دابا اللي خرجنا في الاخر راه صحيحه، ولكن خصنا القوة متناقضه مع الافتراض. فين هو الافتراض؟ ها هو الافتراض، افترضنا بلي اكس كبر من ام، يعني افترضنا، يعني افترضنا بلي 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 الاعداد الصحه الطبيعيه صغر من صغر من صغر من اكس. ولكن كي خرجت لنا هي في الحقيقه، خرجت لنا هذا بلاش او دو اكس زائد واحد كينتمي ان، الو او دو اكس زائد واحد كيتسمى عدد صحيح طبيعي، بما انه ينتمي الى اف انه كيتسمى عدد صحيح طبيعي. وهذا هذا هذا هذه دابا هذه اللي قارنا مع هذه، دابا هذه عندنا اعداد صحه طبيعيه كبر من اكس، وهذه عندنا اكس كبر من الاعداد الصحه الطبيعيه. واش كاين شي تناقض ولا لا؟ شوف هنا كاين اعداد الصحه الطبيعيه كبر من اكس، وان اكس كبر من الاعداد الصحه الطبيعيه، واش كاين تناقض ولا لا؟ كاين تناقض بالافتراض. شنو نقول؟ وهذا متناقض، هذا متناقض مع كون، مع كون، هذا متناقض مع كون، مع 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 كون جميع عدد جميع مع مع الافتراض، ولا هذا متناقض مع الافتراض، صافي مع الافتراض، شي بما انه متناقض مع الافتراض، صافي. فإن إذا فإن العبارة هاي، اسمحوا لي، إذا فإن العبارة، هنا عبارة، شنو نسميوها؟ هاي تسميوها العبارة، تسميوها بي. إذا فإن العبارة بي خاط، سمحوا لي، إذا فإن فإن العبارة بي هي صحيحة. يعني كيفاش صحيحة؟ يعني فإن، يعني إذا فإن لكل إن كينتمي لآر بلس، يوجد واحد إن كينتمي لإن بحيث إكس أصغر من أو تساوي إن. صافي، وهكذا أنتم ساليتوها. متفقين دابا فهاد ولا لا؟ هادي اللي مكتبانش لي، هادي إكس أصغر من أو تساوي إن. متفقين دابا فهاد؟ شوفوا مزيان، متفقين دابا فهاد، متفقين دابا فهاد، دابا فهاد التمرين، التمرين يقدر تحط صحاب سيونس مارك إلا تحط ليهم دالة جوج صحيح. دابا غندوزو لتمرين آخر.